مادام رجية دمر باتيني تتكي قرآن كبرنا إيه إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسي واحد نسحسوسين دون ناهون كتابك هي قفك مسلمك وحلو بباها إيه وهرين قرآنك وإلهي كلام كيسي سبحانه وتعالى إله كون كان أبوري الدنيا أخرى بسجل سجلة وحول بقى عندي سكشرة وحول بقى أي هذا الكيسي هاي إذا وأعظم وثيقة في الحياة ووثيقة ذو العلص أو بالله أن يكون كان تحت الله مرد إله هذا الكيسي هاي سبحانه وتعالى وحمدية هي إن لوينيه وينيت وإلهي كتابك سحق لي أكتين نين كوين هذا قلبك نين كوين هذا برشادي سوح وين نين على النقطة كتابك المضمون كي سوى الله بشي بيع ولا مدو شيئا ككوات ومعجزة الرسالة كلبادنا ومنهج حياة كتابك نوح كل صلى الله بشي ككوات ويهي رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو سودي بي ومعجزة دي ووحي الله طلق لينا يددك إلهي كرمية ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله دكم يعني القرآن كان أفر سنين تدبرك في اللغة واحد هذا من الدبر بكيمي دبر كي دنبه معنى هذا نوحو ينقفك مقالك سويق يقرأينا نوارج شيء قد نول بين اسكتابه إلى يوم قداشي ساكي كرو وحكا دمبيا إذن إلهي وحليه سبحانه وتعالى قرآن كمياني آد أفر سنين وإيقين هدي يهي وقرآن كيما الله إلهي غيرك إسبران برين بغن أي يكون حرك لها ينبال إليه سبحانه وتعالى إذن هو برهان كعقيدة هدي للربو آذنها إن لو شرحوا إلهي يجريتان كيسة ربي يا عبادة ديسة آخرة يبعث يدنبين تيدة نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا رسالة ديسة وحن نقر صالهم ملايك يجن يقوى رمين تودة أركان الإيمان يوحي لحر لبها دي الله ربا إلا شرحه وما بأهن فلسفة كالي إيا وحكا لي وحبرهان قفلا أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وحد دليل قفلا وعدين قفلا وكتابا قرآن حسين وذوكسون هاي ومد مسلمة يومد قال أبو الأولى هدي قال ما يقوم السنين هذا سيل أقول هدي القرآن هل أقول هدي أدلة عقل جاي وسيده أدلة ما أنقلك إذا القرآن كسر حجة ودين تتن سجى معجزة الله سجى وح الغر مين يا نبي محمد النبي عليه الصلاة والسلام سجى وح الغر مين يا إلهي نكلي هاي وحق الغر عابده سجى وح الغر مين يا آخره يا بعثك يا الجنة يا النار يا واحد من بيوردن سو قد حلينا القرآن كاني ومعجزة الرسالة رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لا سوني بي ومعجزة ذي ووحي الله وطلق عليه ذا قراء ولذلك بأي الله وحليه وجاهدهم به جهادا كبيرا وراكم كل الجهات بأي الله إليه ذاتك
shubha kasta iyo wax kastoo ay keenaan qur-aankan ku jihaatan baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. Ka labaad waxaan leenahay waa manhaju xayaa, madmuunkiisu ka koowaad hadduu yahay inuu caddayn u yahay risaalada, ka labaadna waxa weeyaan bay leenahay muxtawaha uu sidaa waa inuu yahay manhaju xayaa. Nolol wadadeed jidkan loo noolaada ayuu qur-aanku tilmaamaya. Walidaalik qur-aanku waa kitaab caqiide ka warrama, waa kitaab shareeca ka warrama, waa kitaab akhlaaq ka warrama, waa kitaab siyaasiya, iqtisaad iyo culuum ijtimaaciya ka warrama, waa kitaab ka warrama fil anfusi wal afaaq, ishaaraad kawniya, bale waxaa laga yaabaa aayaadka ishaaraadka kawniga ka warramaya inay ka tiro badan yihiin aayaadka axkaamta fiqiga ka warramaya. Aayaatu laxkaam culamaai lfiqh waxay dhahdaan waa xawaalaya 500, aayaadkan kalena waxay dhahdaan waa akhtar min 1000 aaya. Walidaalik qur-aanku waa mawsuuca cilmiya saxiixa, waa mawsuuca cilmiya oo aadane wixii uu u baahnaa, waxaanad u baahnayn waa meel kale, wixii bini aadam uu u baahnaa ee noloshan ugu baahnaayo dhan xambaarsan, hadday tahay caqiido iyo wax la rumeeyo iyo tasawur laga aamino dunida iyo aragti laga qaato, hadday tahay sharci lagu dhaqmo iyo qaanuun, hadday tahay akhlaaqiyaad iyo values bini aadamku uu rumeeyo oo dhexdooda ku dhaqmo, hadday tahay qadiyo siyaasiya ama dhaqaale ama ijtimaaca, hadday tahay taariikhdii hore ee dunida tan iyo aadanihii soo maray, kuwoodii samaa iyo kuwoodii xumaaba ilaahay qur-aanku kaga warramaya, hadday tahay qeybka dambeeya ee aakhira iyo bacthigeeda iyo xabaasha iyo wixii xagga axiga ee dambeeya dhammaantood ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanku kaga warramaya. Sidaa awgeed kitaabka qur-aanka ahi waa akbar mawsuuca cilmiya saxiixa, ilaahayna wuxuu ina leeyahay walaa yunabbi'uka mithlu khabiir, sida rabbi idinku warramay cid idinku warramaysa ma jirta baa ilaahay leeyahay. Qul anzalahu aladii yaclamu sirra, waxaa soo dejiyey baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala, allaha og asirra fi samaawaati walard, ilaaha cir iyo dhulba waxa ku qarsoon og. Aadanuhu waxbuu baadhbaadhaa markuu muddo wax walaaqayo ayuu wuxuu ogaadaa hal shay oo yar oo wixii alla abuuray isay u shaqaynaya, markaasaa la yidhahdaa waa khabiir hebelo, inventionka caynkaasiya ayuu ogaaday. Ilaahayna wuxuu ina leeyahay allaha cir iyo dhul iyo waxaan kownka jiraba og ayaa kitaabka qur-aan idin soo dejiyey. Idan muxtawaaga ku jira qur-aanku waa inuu yahay yahdi lilatii hiya aqwa, ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa, waa ku kugu hanuuninaya dhabbaha quman, shayga toosnaanta badan ee qumanaanta badan ee fiican ee nolosha adduunaad ku liibaanayso nolosha aakhirana aad ku liibaanayso. Walidaalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa inuu yahay shifaa'un limaa fi suduuri walanfus, aadanaha waxa xanuun ku dhaca caqli ha kaga dhaco, naf ha kaga dhaco, jir ha kaga dhaco, waxa xanuun ku dhaca inuu shifaa u yihi. Yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidatun min rabbikum wa shifaa'un limaa fi suduur. Yaa ayuha annaas baa ilaahay yidhi, war dadow, dadow baa ilaahay leeyay, dadoo dhan isku dar, waxa xagga rabbi idinka yimi, qad jaa'atkum mawcidatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur, waxa laabta dega ee xanuuna ee shakiya ee warwara ee hamiya ee ghamiya ee nolosha uu qofku satisfied ku noqon waayaa waxaa lagaga bogsadaa baa ilaahay leeyay subxaanahu watacaala kitaabka qur-aanka. Haddiiba uu caynka yahay kitaabka qur-aanka, diintanna mucjisadeedii uu yahay, noloshanna manhaju xayaadkeedii uu yahay, muxuu inaga mudan yahay markaa barashadiisu iyo weynayntiisu iyo qadarintiisu iyo fahamkiisu?
dadku casriga dambe waxay aad ugu dadaalaan qiraa'aadkiisa iyo akhriskiisa, laakiin waxaa ka muhiimsan fahamkiisa iyo garashadiisa. In la akhriya waa khayr iyo fadiila iyo ajar tiro badan. In la akhriya waa baraka. Kitaab mubaarak baa ilaahay ku sheegay inuu yahay. In la akhriya ajar badan baa laga helaa. Laakiin waxa ka muhiimsan oo awlawiyada leh in la garto, in la garto waxa ku jira ee aqoona ayaa awlawiyada koowaad iyo mudnaanta. De haddaanad akhri karayna garan maysid, oo akhrintu iyo qiraa'atiisi iyo kani waxay u yihiin waddo fahamkiisi iyo garashadiisi iyo barashadiisi dhabta ahayd bay waddo u yihiin, laakiin ma aha halkii ugu dambeysay. ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa waa kitaab barakaysan, aanu soo dejinay liyadabbaruu aayaati, in lagu tadabburo iyo waliyatadakar ulul albaab. Waxaa loo soo dejiyey waa kaa, in si fiican loo fahmo iyo inay ku wax qaataan dadka caqliga u saaxiibka leh. Cidii qur-aankan garata markaa, ee ku dhaqantee fahamta, ee ku camal farsha, iyadoo ilaahay qur-aan ku tilmaamayo fahamkiisa iyo barashadiisu iyo garashadiisuna inay fududday, walaqad yasarna alqur'aana lildikr fahal min mudakir. Ilaahay wuxuu leeyay waan fudaydiyey, waxaa loo fudaydiyey in lagu waantoobo, in wax lagu qaato. ee ma jiraabaa ilaahay leeyahay mid ku waantoobaya. Haddaynu garanno markaa oo fahamno ku dhaqanno, wuxuu inoo noqonayaa sharaf iyo magac iyo maamuus adduunya aakhiraba. Ay saxaabadii Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, intaanay qur-aanka garanin aadanaha dunida ku noolle kuwa u liitay ka mid ahaaya. Jaziira Alcarabiya waxay idhaahdaan kow, dhul fawdo abay ahayd oo aan nidaam kala dambeyna lahayn, dhul bay ahayd dhaqaalo daran oo inteeda nimcada ah ama buboobiyada leh ama beeraha leh Persian iyo Romanisku ay haystaan, iyagana looga tegey inta saxaare ee lama dega aan bad iyo ceel toora lahayn ayay deganaayeen. Dad fawdawiyiina bay ahaayeen, dad dil u nool bay ahaayeen, dad ceelka ninku ku ilaashada safetiisa bay ahay, ninba ninku ku xoog badan yahay inuu cuno, dad bay ahaayeen bakhtiga cuna, dad bay ahaayeen maxay dhagaxa caabuda iyo dhooba ay samaysteen, dad bay ahaayeen aadanaha maqaayista wax ku qiimeeya oo dhan inta ugu badan le meel hooso xadiida ka jooga. Haddana markay qur-aankan fahmeen ee ay garteen ee barteen, waxay noqdeen acazu umma fi dunya, kuntum khayra umma ukhrijat linnaasi, ilaahay ku tilmaamayo dadkii ugu casiisnaa adduunkan, ugu sharaf badnaa, ugu magac badnaa, ugu taariikh roon, labadii dowladood ee dunida ugu waaweynaa labadaba ka takhallusay, bale waqti qiyaasiya, waqti aad u kooban kaga takhallusay, bale dowlado iyagu 700 sannadood in ku dhow dagaalamayo iskhaariji kari waayey, qaar ka mid ah 15 sannadood bay kaga takhalluseen. Dowlado Persia iyo Romanis waxay dhahdaan xawaalay 700 sano bay isdilayeen oo iskhaarijin kari waaye. Beershii oo dhanna 15 sana fi sana al-khamisa cashara min al-hijra dhanka kale uga tallaabeen waa ka takhalluseen. Xaggay ka keeneen xooggan iyo quwadadan iyo cizadan iyo dadnimadatan? Xaggay ka keeneen? Qur-aankan fahamkiisa, ilaahay kitaabkiisay garteen oo fahmeen, dabeetana waxay noqdeen maxay dadkaasi qaadatu dunyaa. إلهي وحين لي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم
أفلاَ تَعْقِلُونَ بَا إِلَيْهِ وَرُوحَنَ دِي سُوَدَّ جِنَّي كتاب وكتشرو شرفتين هي مدنانتين هي الددمدين هي كتشرتو ورميدا ما اللهين بَا إِلَيْهِ عقلو بحبوكرا ضد رب السماوات وليا نايد الهجية ونولشن يدوني دانا أنا بورشي ذا الله ونولا دانا إذن تصيّا هذا الرعد أن أولي بانا إذن قعن قبانايا وتيدا صحضا إذن تلمامايا إذن بركينايا هذا لما يلكلم مرايا صمان الله ونما يعقل قابن ماها ساو قيد با إلهي وحلي أفلا تعقلون قراد ميدان لحي ميدان قراد محبو إذن كغبطي وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ورشرفي مقعي ما مسبيني هيبا إلى هنا يدينك نبي محمد وادقة يا قوم كاذبة يا عندي الرميسين راعضبة آخرنا وليد ويدين دون أبا إلى هنا سبحانه وتعالى سيدا وقلنا قمتين أما هلك إسكتاكتين آخرنا وليد ويدين دون ولذلك أيها الأحبة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سيدو أوينين يي قرآن كان وحاو كتل مامي هدا يدد مال السقوي مادان مدنان تينو ليه هاي ننك قرآن كهيا ننك قرآن كهيا صحابة ما هاي ننك وخرس بدن لها مو عطفي عن لما هاي وحا ننك وفهم بدن له هو قرآن بدن ننبنكو كقرآن كبدنا أي معنى هذا نقول سينو كدين بدنا ما كعلم بدنا ما كان قوم بدنا سأو قد بنبغ حتى المامي عليه الصلاة والسلام يوم القوم أقرأهم لكتاب الله حديث مسلم دول هدي مال سوقي ما دان هتك يا ابو نبغ لنك قران كا اوغو اخرس في عن اوغو وناكسن لنك قران كا اوغو وناكسن اني منك اوغو فهم كبدن لا نوها أدون كده يا حباش والنبي يقول إساس صلوك الله الرئيسية وغزوة أحد مركي صحابة بدن للاي نوعية بدن يوسو قاري صحابة ده أي أودي وين إن حبالو وضع قضان وحولي حبالا الله بالله بيا صدح صدح وقلية الله بالله بيا صدح صدح مركي اللي حد كله وجه جاحي أيوه النبي يقول وحه الرئيسي سان أقرأهم لكتاب الله كي وقرآن بدن حديث يا أبي داود كي قرآن بدن هرقلي أبو نبي عليه الصلاة والسلام حباش إذا هدي اللي يري نلشنا هجان كده وحق بنايا ويقوه الرئيس الصلاة ده صلاة ده مسلمين تيهوره نك أمد هجامية صلاة ده هجامين شري نك برسيدت كوادت كخليفة كوا أي صلاة ده هجامين شري نبي مركو نولانا يسقى رسول الله وها نبينا وها إمامنا وها عليه الصلاة والسلام سلادنا هو قامين أي خلفاء دي كده ميسي مركي خليفة هاي يعني يقى سلادنا هو قامين أي ساو قيد بان بضن أو يقى كم مدى قار بضن أو كم مدى سلاد لقود دي لي يقو أمان تكن أي أما كسي صعدة عمر سيقو كشرا لدي لي علي سيقو كسو صعدة لدي لي إذا وحيا هاي أئمة الأمة أي في الصلاة أئمةها منزلة نوحي كهلا ينن نقدان محي أقرأهم لكتاب الله أقرأ يا حباشة مركوك عامة وحوها أقرأهم لكتاب الله كتاب كاسي مركا إن عرف يسال السقوه ووضد كوال أوبهي قفق السيدة وآخرين أيو إن السي عرف يسو سقيني وآخريو والطريق كوات هل قبل أمه ألف وحمل أبو كحية وحكو حية الله بار وإن فهمه إلهي باقول هذا يوم حكوش يجيو وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له بلين دقيستا هو أنصت وآمصة حلو يرى آمصة ودقيستا دكتية أفكو موضى الشقية بيلا هذا هذي بحان نوي ولا بحان قفك هدول دجا بيلو ولا عقب بيلا واف بيلا أنا ما هالله قفك هدول هذلا يرى وحمد جيسته قفك الله ربنا ينصف في عرو حمد جيسته وينصقه مصنع ذا وحمق الله مركز
laakiin hadal iyo dhegeysi iskuma wadi kartid, waa adagtahay. Dad gaar loo tareengareeyey ayaa samayn kara, kuwan tarjaba fawriya waxaa sameeya waa dad la tareengareeyo, la tababaray, bal inuu waxna maqli karo, ninkaa hadlaya wuxuu ku hadlayana maqli karo, directorna wuu tarjumi karo. Laakiin bini'aadamku markuu caadiga yahay, dhegta iyo carabku ma wada shaqeeyaan. Idan aamusa baa la yidhi oo ilaahay kitaabkiisa dhegaysta si aa u fahamtaan. Haddii la fahmana waxa ka dambeeya waa maxay? Waa in lagu dhaqmo, waa in ilaahay taladiisa iyo tusmadiisa la qaato, waa in jidka ilaahay loo jeexay aynu garanno, waa inaynu garanno acdam shay dhulkan kor yaalla inaad hayso. Innaga dad badani waxay u haystaan qur-aan gaadhow markaad barato maxaad qaban, ma malcaamad baad na furan doontaa? Intaas ka fikiraa. War qur-aanka haddaad barato aadanaha ninkii u aqoon badnaabaatay, haddaad dab u barato aadana ninkii u aqoon badnaabaatay, haddaad si akhriskiisu u barato dee kolleyba inaad meel fog gaadhi ma suurtagal. Day akhris untay, dareeris untay. Laakiin hadday tahay inaad fahamto oo dhuuxdo ilaahay warkiisa aad garatid iyo waxa uu kuu sheegayo, noloshan cidi kuma dhaanto markaa, cidina kaama horeyso, aakhirana cidi kaama horeyso kumana dhaanto. Aakhirana nin waliba jannada intuu qur-aan akhriyi karo, axaadiista waa idinkii wada maqli jiray ku tilmaamaya in la yidhaahdo akhri oo kor u soco. Aniga kelmaddaydu waxay markaas ku kooban tahay, qur-aankani waa labadaa shay, waa diinta daliilkeedii iyo mucjisadeedii iyo nolosha manhajkeedii oo ah mawsuuca cilmiya inuu yahay fi kulli labwaab. Aad u baahan tahay inaad lagu hago hanuun inuu kuu yahay, inaynu markaa garanno oo markaynu garanana nolosheennoo dhan aynu ku dhaqno, min waaga berigiisa ilaa gabalka dhexdiisa, min maantaad garaad yeelata ilaa maantaad god galayso inta ka dhex leh, inuu kuu noqdo nibraasulxayaa, tooshkaad wax ku iibsanaysa. Wax walba aad isweydiisa ilaahay kitaabkiisa muxuu ka yidhi? Wax kasta, wax kasta, su'aal kastoo aad qabto qur-aanka jawaabtiisa waad ka helaysaa. Inaad adigu garan weydo mooyaane, inaad adigu garan weydo sida loo baadho ama loo fahmo ama loo wax looga dhiraan dhiriyo waa suurtagal. Laakiin waxaa xaqiiqa in jawaabtiisu su'aal kasta oo noloshu ay u baahantay, waxaana noloshu u baahnay inaa iska taraf ahay, waa masale kale. Wax kasta oo noloshu u baahan tahay jawaabtiisu way ku jirtaa, laakiin waxaa loo baahan yahay ciddii dhirindhirin kari lahayd, ciddii kala soo bixi kari lahayd, ciddii fahmi kari lahayd ilaahay warkiisa, isagoo ilaahay inoogu tilmaamay inuu fudud yahayna. Ninka raba inuu ku waatooba inuu fudud yahay inuu ku waatoobo. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam war kooban wuxuu inagu yidhi, qur-aanku ama xujuu kugu noqon ama xujuu kuu noqon. Xujuu kugu noqono dee haddaad u dhabar jeediso xujuu kugu noqon. Xujuu kuu noqono dee haddaad fahamto jidkiisaad raaciyo aad ku dhaqanto. Waakhiro ilaahay wuu igu dhaqmo, wuu raacayo, wixii qur-aanku farayay ayuu yeelay buu odhan doonaa. Waana kuu markhaati furi doonaa, waana kuu shafeeca qaadi doonaa, siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegayay. Marka kelmadeedu waxay ku kooban tahay dee idinku waxaa tihiin dadkii u xidhxidhay inay ilaahay kitaabkiisa bartaan, dadkii u xidhxidhay ee nolosha ku talagalay inay ka wajahaan halkaa ilaahay kitaabkiisa inay bartaan. Waa halkii ugu macaanayd, waa halkii uu nebi maxamed ka hayay calayhi salaatu wasalaam, waa halkuu abuubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo rijaalkii iyagoo dunida joogay janno loogu bishaareeyay ka hayeen, waa halkay ka hayeen dadkii dunida dan taariikhdeeda bedelay. Jid laga gaabiyo markaa maaha, iyo jid laga seexdo ee waxay u baahan tihiin habeen iyo maalinba inay usoo jeedaan. Waqtigiina inta ugu badan leynaa gelaysaan,
هداي تيسيد الله بتوقو قبر لهيدين ويحفظك يسهدو فضوضاضو استدلال كيسا فضوضاضية إن القرآن قرده سورة كهي ستابة فضوضاضيسا سورة دوردان إن أدقرتو مجمل المعنى وحي كهدل يسوردان أتسكوبر وقرتابة فضوضاضيسا حفظك كاني وحو سهل إياه فهمك إياه تصورك يقود اللي قادن إياه قرآن يقول يا هم دمبنا وحابي الشيء ضطو مسكحدو مكلا وين بين هذا مسكحدو حوالي هاي هذا هل كيلو إلا لو بقول صدح بقول أو كرام أي عليس كذي يعني وحيد هذا يقول نمك يدوم بوني شراء أي نشتان بيق على نام كسيد هذا من كان الجينس كيسو غير عادي بو هاي بلانك هذا ما دخل يسوي حكوا شراء تقولك إسقاب كرام كيرا بين هذا ده كهذي مركا بو هاي مسكح بورا بورا سيدو كلمة حوينا ومكا العقل بدني لكن وحيد هذا connection isku siday u kala badan yiin buulda kaaga dadkii fahamkii soo kala bata yani waxa laga yaaba hal trillion ama boqol trillion inta soo trillion oo unubiyeenay madaxa ku jira laakiin connection iska ka dhaxeeya intuu leeyahay waxay dadan dadka quraanka xifdiye iyagu quraanka ma ibaade markii hore waxay baadeen taxi driver iska london black car bahal yar oo ila do london dhow sanadooda ay أبراه لندن دكان ودوي كي دكان ينودر قاعدة ضد الإمام لبص نص الحسن قاعدة طاي تم قاعدة الله قريبة يستريكس كان وحي بعد أمارك أماراي لما كيلا سهري كون إن حفدي ودوي كلندن كونكشن اسكو هذا ملح كوتشي راي وكم بدأ يدد بدن أقل من مرسيش كو هذا مركز مكفي عين تقف كإلهي كتاب كيس حفدي محض ما لا ينسى إلهي كتاب كيسا حفدي إذا حفدك مسكح درويدين بلاري قرات كنويدين كوري قرآن كبرشدي سوى سدة وبرتانا توحيد كرد دون حدك هدوني لكن وهدينا عاجسين أما الشيطان نرانا وكفاية وحوغا وبرطية مقابل نسكر قرآن قرآن أما يمكن واحد قال لي وقت جيس هاي سال برا الله وما يخلى الورد إلى هاي قرآن حفظ ذا يا مالك لو عر دان شيء دان قرآن واحد وباهم تينات قرآن كاسي حوجر وبرط واحد خلنا وبرا كرتها واحد درب كوكو وين مشلو لكن معنى هذا ما هي القرآن كتك تينا بروح خلا وعرته هذا كل ناس يتوبر شد يسوى ذا هذا واحد كلام ربطنا كل ما نين كرتها مركز النقوم كرتها آدنه دوني دنه كامل لها آخرنا نلفي عنك صبح لها صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.